مشاهدينا إنما كنتم أهلا بكم إلى متابعة نشاتنا الأخبارية وهذه عناوينها. في يوم العلم تتويج للمتميزين وتقييم للموجود والمنشود من أجل منظومة تعليمية أفضل. أزمة الفوسفات تخلف تدهورا لطاقة الإنتاجية وتراجعا لمكانة تونس في الأسواق الخارجية. واكتساح قنديل البحر لعديد الشواطئ التونسية ما يطرح إشكاليات بيئية ومخاطر صحية. احتفى اليوم قصر قرطاج بيوم العلم تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئاسة الحكومة وبحضور ثلة من أفراد الأسرة التربوية والمتفوقين في مختلف امتحانات الشهائد الوطنية الذين تم تكريمهم للمجهودات التي بذلوها للارتقاء بالمنظومة التربوية. حيا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة يوم العلم الجهود العلمية التي تقوم بها الأسرة التربوية، مؤكدا أن نجاح البلاد رهين بمستقبل علمي يتلائم التحديات الاقتصادية، مثمنا في الوقت نفسه الإجراءات الأمنية التي اعتبرها جزءا كبيرا من النجاح العلمي الذي شهدته تونس خلال السنة الدراسية الفارطة. كما اعتبر السبسي أن إصلاح المنظومة التربوية رهين بتحقيق التوازن بين الجهات ودعم التكوين البيداغوجي للكادر التعليمي. إن الأهداف العامة لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي هي تطوير جودة التكوين الجامعي وتشغيلية الخريجين يعني والنهوض بالبحث العلمي والتجديد وتركيز حوكمة الرشيدة واستقلالية الجامعة والتصرف الأمثل في الموارد. في الإطار نفسه تقدم وزير التربية نجي جلول بكلمة ثمن فيها جهود رئاسة الجمهورية في الاهتمام الذي توليه لدعم العلم وترسيخ مبدأ التكافل الوطني، كما قام بعرض محطات السنة الدراسية الفارطة ثقافيا وعلميا بما يسمح لدعم النفس التعليمي في البلاد، مؤكدا على أهمية دعم الشراكات المتبادلة بين الوزارات. حرصت وزارة التربية على مأسسة هذا التفاعل العفوي والتلقائي في إطار برنامج المؤسسة صديقة المدرسة الذي يقوم على شراكة دائمة بين المدرسة وإحدى الجمعيات أو المؤسسات الاقتصادية أو الجماعات المحلية، شراكة تسمح بتأطير هذا المجهود المواطني لدعم مؤسساتنا التربوية، كما تسمح بتعزيز تفتح هذه المؤسسات على محيطها وتعريف التلاميذ بمناخ الأعمال والعمل الجمعياتي. اختتم يوم العلم بتكريم مجموعة من الأسرة التربوية والتعليمية ممن تميزوا بمساهماتهم ومشاركاتهم والمتفوقين في مختلف امتحانات الشهائد الوطنية للسنة الدراسية المنتهية. اقتصاديا، أزمة خانقة تمر بها شركة فوسفات قفصة أمام تواصل التحركات الاحتجاجية والمطالب التشغيلية بمدن الحوض المنجمي تسببت في تدهور الطاقة الانتاجية للشركة وتراجع تموقعها عالميا، مما جعل القائمين عليها يطلقون صيحة فزع لإنقاذ هذا المرفق العمومي من بوادر إفلاس باتت على الأبواب. تراجع في التصدير وتراجع في التموقع العالمي لشركة فوسفات قفصة، ذلك ما صرح به رمضان السويد المدير العام لشركة فوسفات قفصة خلال ندوة صحفية. الندوة الصحفية هذه في الجهة كانت بادرة حتى يعني نرجع ثقة بيناتنا أولا، وهذه يعني خطة لابد من التنويه بها باش نعرفوا بالوضع وضع القطاع حسن في صد قفصة، وكذلك يعني شنو هو الافاق المستقبلي لهذه الشركه. ثلاثة اشهر يعني صعبه علينا، وتعرفوا المضيله هو مركز انتاج كبير في الفوسفات، تقريبا فيها تقريبا اكثر من ربع الانتاج في المضيله، ورغم الشركه قامت بواجبها راهو فيما يخص المسؤوليه المجتمعيه فيما يخص الانتدابات غير ذلك. نحن مازلنا كيف اعلنا عن النتائج الاوليه لانتاج لانتداب 261 هكتار، وغدوه ان شاء الله في شق على النهائي على النتائج، لابد من الرجوع في اقرب اجل ممكن يعني الى السق العادي لانتاج الفوسفات حتى نتفادى يعني قدر الله يعني وضعيات حرجه للشركه في قفصه. امام تواصل التحركات الاحتجاجيه والاعتصامات صلب مواقع الانتاج، لم يتجاوز انتاج الشركه 40% من طاقه انتاجها في دعوه ملحه لكافه المتداخلين بجهه قفصه لانقاذ القطاع وضمان ديمومته
وربحيته. احنا مناش ضد طالبي شغل، احنا ضد طريقة الاعتصام. ولذا اليوم دعوة الى كل اهالي الحوض المنجمي والى الرأي العام الوطني والى كل منظمات المجتمع المدني لإعانة المؤسسة لخروج المنطقة اللي احنا فيها، باعتبار عندنا التزامات تشغيلية للجهة وللوطن. العودة إلى نسق الإنتاج العادي واستكمال إنجاز ما برمج من مشاريع تنموية بجهة قفصة وتنفيذ خطة اتصالية تقرب شركة فوسفات قفصة من محيطها الاجتماعي هي البنود العريضة لخارطة العمل المستقبلية التي تم التطرق إليها خلال هذه الندوة الصحفية. فهل ستنجح هذه الخطة في إخراج شركة فوسفات قفصة من الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تمر بها أمام تواصل ضغط المطالب التشغيلية بمدن الحوض المنجمي؟ في المجال السياسي، عزوف الشباب عن ممارسة حق المواطنة ظاهرة اجتماعية ناقشها بعض المحللون والخبراء خلال ورشة عمل بجربة بحثا عن أساليب تحث الشباب على المشاركة في العمليات الانتخابية. شباب عازف عن العمل السياسي والمشاركة في المواعيد الانتخابية، سمة طبعت بحسب المحللين وجها من وجوه الحياة السياسية بعد الثورة، واستنتاج أيضا خلص إليه المتابعون للشأن الوطني الذين دعوا المختصين للبحث في أسباب ذلك. هو الانتخابات اللي فاتت متاع 2014 شهدت عزوف كبير للشباب، وهذا معناتها تسبب فيها عدة أسباب، منها عدم وعي الدولة بالقيمة بالقوة الفاعلة متاع الشباب ودوره في بناء تونس الجديدة ومستقبل أفضل لتونس، وعدم حتى سعي الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية تشريك الشباب في اتخاذ عدة قرارات. شوف اللي سبب رئيسي من الأسباب هو أنه الشباب يشوف روحه مقصع من البرامج الانتخابية، معناها متاع القوائم، سواء كان اللي رينا في الانتخابات التشريعية وإلا اللي ما نحبوش نشوفه توا في الانتخابات البلدية. يلزم يكون فما تمثيلية تشريك أكثر، لأنه هذوك اللي باش ياخذوا غدوة معناها المشعل، وهم اللي باش يوصلوا، هم اللي باش يمثلوا توصل الدولة توصل المجتمع هذا. مختصون في علم الاجتماع ومراصد بحث وتكوين عديدة استأثر هذا الإشكال بمجالات اهتمامها، من ذلك جمعية مواطنة وحريات بجرب. بالفعل الإحصائيات الرسمية تفيد بأن حوالي 3 مليون شاب لم يشارك في الانتخابات السابقة الفارقة. هذا العزوف يرجع لعدة أسباب، لهذا رأينا في جمعية مواطن حريات أن ندعم هذه المشاركة بتنفيذ مشروع سميناه مشروع نخب، يسعى إلى دعم المشاركة الشبابية في الانتخابات البلدية القادمة من خلال الإنجاز وتنفيذ جملة من الأنشطة. ومع ذلك بحسب عديد الشبان، الأمر لا يتعلق فقط بالمشاركة في العملية الانتخابية فحسب، فإن المسألة تتعدى الإشكالات القائمة قبل ذلك. أرقام مفزعة على مستوى ضحايا حوادث المرور على الطريق الرابطة بين ولايتي القيروان وسوسة بسبب تردي حالة الطرقات، إشكال بات في طريقه إلى حله بعد الإعلان عن انطلاق مشروع مضاعفة الطريق وتهيئته. 5 قتلى وعشرات الجرحى خلفتهم حوادث المرور خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري في الجزء الرابط بين القيروان وسيد الهاني، أرقام تمثل جزءا من الحقيقة الكاملة لمخلفات حوادث المرور القاتلة على الطريق الرابط بين القيروان وسوسة، والتي أصبح يطلق عليها طريق الموت. هذا كله كوارث، يعني في رمضان برك شفت من قارب زوز حوادث فيه. أول حاجة مش محمي، كل حفر، وثاني حاجة فيها كمان الكبار ما يستنفوش الطريق، يعني الطريق معناه ضيق شوي. في السعادة الكبار تلقاها طريق ضيق، هذاك الطريق معناه نتصور فيه برشا كوارث. شكل الطريق ضويق، كله مكسر. طريق كما هذايا معناتها تسمى اكثر من رئيسي طريق هذايا. معناها الكياس هذا يلزموا طريق ما اقرب وقت لازم يخدموه. ولا كسروا الواحد الشباب ما عادش تعدى يمشي دور من ثنيه اخرى. انتظارات مستعملي الطريق التي طالت مدتها والتشكيات التي تناقلتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضع لها المدير الجهوي للتجهيز حدا بإعلانه عن انطلاق مشروع مضاعفة الطريق وتهيئته. تم إسناد الصفقات لمقاولين معروفين بالأسماء متواجدين توا في القيروان،
وفيهم شكون باشر الرفع التوبوغرافي، مش ننطلقوا كما قلت لك في جلب المواد وفي التحذير الفعلي لانطلاق الأشخاص. آلاف السيارات والشاحنات الثقيلة تمر يوميا في الاتجاهين بين ولايتي القيروان وسوسة، مما يخلق اكتظاظا مروريا ومشاكل تترجمها أعداد الحوادث القاتلة. تفاجأ عدد من رواد شاطئ أبو جعفر بسوسة بوجود القناديل البحرية وما يعرف بالحريقة، ظاهرة طبيعية أرجعها المختصون إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والصيد العشوائي. شهدت عدد الشواطئ التونسية ظهور قناديل البحر أو ما يعرف بالحريقة. شاطئ أبو جعفر بدوره عرف هذا النوع من الكائنات البحرية التي أزعجت راحة المصطافين. ضربتني حكاية نهارين التالي، ضربتني لهنا ديجا ديريكت احمرت. وانا تصور انت صغار يعوموا هذيا بحذاهم عملناهم ما نقول وقت هذا ما فماش حريق. عارف فاش تصرف معاها وكأول ساعتك حريقة؟ نشد التراب ونحك وكهو ما عادش تحرق. على صغيراتنا يعني في صورة ما يعني تحرقتهم ولا حاجة يلزمنا بالوقت نبردو لهم شوية. حتى كي توقف فوق اليد توقف، أما تحرق برشا نحكها بشوية رمل، كي نطلع البر اللي عنده السكر يحكها بشوية السكر تبرد. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة أرجعت أسباب انتشار قناديل البحر إلى العوامل التالية. انتشار متاعها هو ظاهرة مش غريبة، معناتها ظاهرة طبيعية، والأسباب متاعها راهو نجمو نفصلها في كلمتين، معناتها هي التغيرات المناخية، ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك الصيد العشوائي. عند سير لدغ المصطاف نتيجة لمس القناديل البحر هذه أنه عدم استعمال الماء العذب، هو استعمال الماء البحر البارد، وبعدها أثر ذلك وتجنب زاد الحك والفرك بتاع الأجزاء ذيك، خاطر بالطريقة ذيك تنشر الأجزاء السامة، إزالة اللواسع هي الأطراف بالملاقط، وتغطية حتى الجزء هذا بعد الإزالة هذه تغطيتها برمال البحر تجفيفها. في صورة أنه تكون لدغة قوية ننصحه أنه معتها يمشي لأي صيدلية يأخذ دواء لانتيسبتيك هذوما. هذه هي الظاهرة الطبيعية على بساطتها لم تمنع المصطافين الذين يؤمون شواطئ سوسة من التمتع بمياهها النظيفة وشواطئها الممتدة. التلوث الصناعي وتأثيراته السلبية على الصحة والبيئة مثل محور ندوة علمية بيجابيس حضرها خبراء البيئة قصد الحد من مخاطر آفة التلوث. مثلت تحديات التلوث على الصحة والبيئة موضوع الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة بيجابيس. اليوم معناها ما زلنا في جابس نشهد معناها التلوث بأشكاله بحري وهوائي وبري في استنزاف الميدان المائي. اليوم إلى حد الآن ما لقيناش حتى لفتة للجهة هذه ولا أمور جدية لتجاوز الصعوبات هذه والمشاكل هذه. ندوة تم التطرق فيها إلى مسائل عديدة من بينها التأثيرات السلبية للتلوث وواقع هذه الظاهرة الخطيرة. تذكير بأهمية هذا الموضوع أقول أن بعث الوكالة الوطنية لحماية المحيط 1988 كان من الهدف الأساسي، وأنا كنت من الناس أو كون الوكالة هذه الهدف الأساسي هو أول برنامج هو إزالة التلوث من منطقة جابس، منطقة سباقس، منطقة بن عروس ومنطقة جابس. فالمشكل هو مشكل عويص جدا ويتطلب تضافر كل جهود، وخاصة أن الدولة عليها أن تطبق ما جاء في الفصل 45 للدستور أنها تضمن أمن الصحة والأمن البيئي للمواطن. هل نستطيع في تونس أن نحقق هذا؟ هذا ما يجب أن نتحاور في هذه الندوة. الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة شددت على ضرورة وضع حد للتلوث الصناعي بالجهة، والمجمع الكيميائي التونسي استعرض حزمة المشاريع التي لديها لمعالجة هذا الوضع. جملة المشاريع هذه تكلف حكاية ما يقارب 90 مليون دينار. فيما يخص التلوث، فيما يخص الموارد المائية، عندنا استغلال المياه حوالي 6% من المائدة المائية بجهة جابس. رغم ذلك عندنا معناه المشروع اللي كان أقره هو تحلية المياه اللي إن شاء الله يكون حاضر في موفى 2018 ولا بداية 2019. منذ سنوات يطالب الجميع بمعالجة ملف التلوث بجابس معالجة جذرية. ونبقى في جابس لكن مع الأجواء الصيفية بسهرة افتتاح المهرجان الدولي بالجهة التي أثاثتها الأناشيد والرقصات الصوفية.
في هذه الأجواء الفنية والصوفية انطلقت فعاليات الدورة 33 لمهرجان جابس الدولي. هي سهرة أنتجتها جمعية المهرجان ووضعتها تحت عنوان وجدانيات. العرض هذا يتمثل في مجموعة من الأناشيد الصوفية اللي هي تقريبا 50% هي الموروث متاعنا كجابس، والباقي هو الموروث التونسي. عرض صوفي من إنتاج مهرجان جابس الدولي وعبدكم. العرض هذا يتمثل في مجموعة من الأناشيد الصوفية اللي هي تقريبا 50% هي الموروث متاعنا كجابس. رقصات صوفية لخاطر تعرف كما عملنا مع فاضل الجزيري الحضرة الأولانية من عام 1990 وعنا نخدموا فيها. ممكن جابس جبت حاجة جديدة، الصوفيات الجابسية. أصرينا أن عرض الفتاح يكون جهوي باش نتيح الفرصة للمبدعين الجهويين تاعنا باش يتألقوا وطنيا ولما لا دوليا، ويبقى المهرجان فضاء لكل مبدعي الجهة. سهرة أجمع الجمهور على نجاحها، وأكد العديد من الحاضرين أنهم قضوا فيها وقتا ممتعا. مزيان ياسر برشا سمح مزيان يعطيهم الصحة، وسهام بالخوجة إضافة مزيانة ياسر زادة إكسيلو إلى حد الآن إكسيلو بريمو روعة روعة طيارة برشا روحنا ومن دمتنا أحلو برشا رغم الصعوبات المادية برمج هذا المهرجان العديد من السهرات ووضع هذه الدورة تحت شعار سنكون يوما ما نريد. وفي المهدية انطلقت البارحة بشاطئ الكورنيش فعاليات الدورة 22 لمهرجان عيد البحر. سهرة الافتتاح منها عرض موسيقي راوح بين الأغاني التونسية والجزائرية. لوحات فرجوية من الفلكلور الجزائري كانت أولى فقرات افتتاح الدورة 22 لمهرجان عيد البحر بالمهدية، والتي كان شاطئ الكورنيش ركحا استثنائيا لمثل هذه العروض. وإحنا رانا في مهرجان هنا في عيد البحر، ولا مهرجان البحر هنا عندكم هنا في المهدية، رانا ماذا بينا احنا نشرفوا المهدية ونشرفوا الجزائر معكم ونزهو مع الشعب التونسي إن شاء الله. الألغام التونسية كانت أيضا حاضرة من خلال عرض لفرقة أولاد الجويني. والليلة حبينا نقولوا للفنانين الكل، هذه رسالة لكل الفنانين، جلسنا نخدموا بلادنا والكل إضافة من احنا من الفنانين، باش نقولوا احنا هيا نبدو نخدموا وباش نقولوا باش نرضوا بسياحتنا. الجمهور الذي حضر بعدد كبيرة في هذه السهرة تفاعل واستحسن هذه الأجواء. بالجو باهي وانا نتفرج حتى في تيته كلها قديمة نحن حتى لنا فاني هاي ياسر فرهدنا عملنا جو. العروض هذه خاطر الحقيقة تستحقها باش تخرج من الكريوتين نتاع الشتاء والخدمه وكل شيء، ناس باش تتفرج باش متنفس معناتها باش ناس تتفرهد وتشوف على الاقل تقاليد والعادات نتاع حتى فما عروض اجنبيه لهنا واحد يشوفها ويطلع عليها. جو جديد عجبتني السهره باهيه. والله نورمالمون سافا جو باهي سافا. وبالإضافة إلى هذه العروض الفنية المجانية ستتواصل فعاليات مهرجان عيد البحر بالمهدية إلى غاية يوم 30 من جويلية الجاري لتشمل عدد الفقرات التنشيطية منها والسياحية. باقي الأيام عن المسابقات الرياضية اللي باش تقام بشاطئ الكورنيش واحد، حبينا ربما يكون الاحتفالات على طول الشريط الساحلي لمدينة المهدية، خاصة منها المسابقات اللي هي على المستوى الوطني عن دورة وطنية في الألعاب الشاطئية 2 بتونس، وعنا دورة أخرى وطنية في الأكواتلون. مهرجان عيد البحر بالمهدية وإن كان مناسبة للتمتع بأجواء السهر والفرح فإنه مناسبة أيضا لانتعاشة تجارية لدى البعض، وهو ما يضفي حركية كبيرة على المدينة التي تعيش هذه الأيام على إيقاع الصيف. في الرياضة تربص وتدريبات لفائدة شباب ولاية مدنين في مجال كيك بوكسينج يؤمنه مدربون عالميون من أجل مزيد دعم هذه الرياضة والحصول على أعلى المراتب. أكثر من 200 شاب وشابة من فئات عمرية مختلفة محضروا اليوم بالقاعة المغطاة حمط السوق جربة لحضور تربص بإشراف مدربين عالميين. أهم شيء هو إمداد الشباب بتقنيات جديدة وبيداغوجيا تمكنهم من مواصلة اللعب في ظروف جيدة، وتجدر الإشارة إلى أهمية الرياضة بالنسبة للشباب كإحدى وسائل التعبير في العالم أجمع.
حيت ما فماش علاش نعمل ستاج في العاصمه ما نعملوش في الجنوب. حبيت ابسيمون كو ستاج هذا يكون بلاش، معناها ما نحبش لي زاتليت صغيرات ديما يخلصوا، معناها نحبت بلاش. هذا التربص الرياضي نظمته رابطه الجنوب والجامعه التونسيه لهذا النوع من الرياضه لتعليم هؤلاء المشاركين تقنيات لعب الكيك بوكسينج. الرياضه هذه نحبوا نوصلوا ماذا بينا ونزيدوا نشطها اكثر في تونس، وبرشا حاجات توصل قلاوات وحاجه، بطوله عالم، بطوله افريقيا، بطوله اوروبا، فهمتني. بديت من 2007 نلعب كيك بوكسينغ، شاركت في البطولات الجهويه والوطنيه. الطموح نتاعي اني نوصل في الدومان تاع كيك بوكسينغ. هذا وتعرف رياضه الكيك بوكسينغ بالجنوب التونسي حصولها على عديد البطولات العالميه والافريقيه والوطنيه. والله عملنا برشا نتائج، احنا غير جربه بركه ومخرجين بطل العالم، هو الاسعد طرابلسي، حمزه جنات اللي هو هز بطوله عربيه في الوزن الثقيل، عندي كريم التواتي في بلجيكا باقي هز بطوله اوروبا، معنا خرجنا برشا نتائج. اكثر حاجه اللي نشوفها نوعا ما في الفضاءات غير موجوده، فهمتي كذا. ثاني حاجه كذلك الامور الماديه، من كذا لان نتنقلوا للعاصمه فهمتي 500 كيلومتر، من كذا الانسان باش يمشي يلعب بطوله مكلفه حقيقه، من كذا. رياضه الكيك بوكسينغ بالجنوب التونسي وبتونس ككل وجدت صدى كبيرا لدى هواتها وانتجت اسماء عالميه. رياضه يجب ان تتداعم اكثر من ناحيه الموارد الماديه والفضاءات الرياضيه. ونختم نشرتنا بهذا البلاغ الذي قرر فيه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بعد التشاور مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهرين بداية من يوم 21 من جويلية الجاري، وفق بلاغ صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية. والآن نذكركم مشاهدين بعناوين نشرتنا. في يوم العلم تتويج للمتميزين وتقييم للموجود والمنشود من أجل منظومة تعليمية أفضل. أزمة الفوسفات تخلف تدهورا للطاقة الإنتاجية وتراجعا لمكانة تونس في الأسواق الخارجية. واكتساح وقنديل البحر لعديد الشواطئ التونسية ما يطرح إشكاليات بيئية ومخاطر صحية. أشكر متابعتكم وفي أمان الله.